اليوم تنتفاجئوا بهذا الارتفاع ديال الغازوال، بان كانت ولات واحد الهدنه وتا دابا ولينا تنتفاجئوا. المازوت اليوم الصباح تيدير 14 درهم 10 فرانك، كانت توصل لواحد 11 درهم 11 درهم و50، يعني ابتسمنا والمهنيين ابتسموا. دابا ولينا تنتفاجئوا كما وقع في شهر 8، بان شهر 8 في مده ديال 15 يوم زاد 4 المرات. حنا دابا ما بقيناش عندنا واحد الاستقرار ديال الاثمنه ديال الغازوال، رغم ذلك بان بعد الدول طاح فيها البرميل، ولكن حنا عندنا هنا البرميل باقي طالع وما عرفناش شنو هما الاسباب. بان هذا الغازوال هو الدينامو اليومي للمستهلك، لا بالنسبه للمواطن لا بالنسبه للسائق المهني. اي حاجه تتحرك بالمازوت، اي حاجه تتحرك بالمازوت، وحنا دابا تنتفاجئوا على هذا الشيء اللي تيوقع لينا بدون ما تيستاشروا ما تي. حنا ما بقيناش باغيين داك الدعم، هذاك الدعم بانه كصداقه، ماشي بان حنا دابا تتزاد علينا يوميا ما بين 110 درهم حتى 120 درهم، والدوله عاطيانا 73 درهم، وعندنا مشاكل تلقاوها مع المواطنين وتلقاو المشاكل بزاف. حنا تنطلبوا من هاد الناس المسؤولين وهاد الناس اللي تي يهضروا على هاد البلاد بانهم يديروا مراجعه الاوراق. علاش حنا دابا تقهرنا وولينا تنتفاجئوا؟ بحال انا اليوم تزادت عليا في البلان في البريز، زادت عليا في 24 ساعه، زادت عليا 22 درهم، زادت عليا 22 درهم اليوم. انا ما كنتش حاسب ليها وتا جيت لقيتها تفاجات بها. هي دابا 22 درهم يوميا، يوميا تتزاد عندنا 22 درهم. الا ضربتيها في الشهر فشحال غادي تقام عليك؟ اي حاجه الا تغليت في المواد الغذائيه ولا اي حاجه كيما بغى يكون النوع ديالها، السبب راه هو المازوت. الا طاح المازوت تطاح المواد الغذائيه. كيفاش غايدير مسكين هذا المستهلك ولا هذا الموظف اللي عنده السميك ديال 3000 درهم وتيشري البطاطا ب 8 دراهم؟ الا جيتي تتهضر معاه تيقول لك راه ترونسبور، كيفاش غادي يشري السرديل وصل 17 درهم 15 درهم؟ الا جيتي تتهضر تيقول لك ترونسبور، يعني خاصهم يديروا واحد اعاده النظر في الترونسبور. وحنا دابا تنطالبوا الناس المسؤولين يعطيونا المازوت المهني. حنا ما بقيناش باغيين الدعم، بغينا مازوت مهني. الاسعار اللي تزادت علينا كل نهار كنتفاجئوا، كنفيقوا الصباع كنلقاو تزاد علينا المازوت. هاد الناس هادو ما فهمناهمش فين باغيين يلحقوا، هاد الشعب فين باغيين يلحقوا، فين باغيين يخرجوه، غاديين وكيزمطوا فيه، غاديين وكيأزموا فيه. الناس خدامها بجدريال وكيتفاجئوا كل الاسعار، ها المواد الغذائيه، ها المازوط، ها كل شيء. وبالنسبه للدعم اللي كيعطيونا راه ماشي دعم هذاك، راه الدعم راه حنا كندعمهم، حنا كندعمهم دابا من خلال المازوط اللي منين تزاد علينا. دابا حنا كمهنيين، انا بالنسبه لي انا سائق مهني، شايفو تزيد عليا في البريز، زيد عليا واحد 12000 فرانك ولا 13000 فرانك يزيد عليا في المازوط. من نهار تزاد المازوط يعني رزق وليداتي كنخليه في المازوط، كنخليه في ستاسيون. انا دابا كاين نهار اللي كندي معايا 600 ريال 1000 ريال، اش غدير لي 600 ولا 1000 ريال؟ بالنسبه لي انا رب اسره، يعني ما غاتشري لك حتى حاجه. اتفقنا هذا الصباح هذا لقينا زايدين عندنا ثاني في المازوت، غدا ولا بعد غدا غيزيدوا عليك ثاني في المازوت. هاد الاسعار كل نهار كيزيدوا عليك في المازوت، اللي فاق بكري كيزيد عليك في المازوت. يعني السبب الرئيسي بهاد الاسعار هادو اللي تزادت وهذا الشيء الاغلاء اللي كاينه راه بسبب المازوت. انا المازوت زايد ب 50 فرنك، وحنا ماشي في الصالح ديالنا المازوت يتزاد. حنا حريفيه كنطحنوا المازوت، ماشي بحال واحد اخر بارتيكولي ولا هذا، حنا المازوت كنطحنوا. هذاك الدعم راه ما كافيش، فهمتيني؟ الدعم ما كافيش. حنا ضربنا شهر عاد عطاونا 220 الف فرنك كنقسموها جوج شيفورات، ما كاين والو. اليوم ثاني صباح زايد المازوت راه ما شاء الله وصافي. حنا غير نقصوا لنا من المازوت، ذاك الدعم ما عندنا ما نديروا به، نقصوا لنا غير من المازوت، يرجع على المازوت لا سميتو يديروها للحريفيه ثمن مزيان. الحريفيه يدير لهم واحد الثمن شويه مناسب باش يقدروا يقاوموا، ولا بنادم كيخدم باش يشاط ليه شويه ما ياكل ولادو، واش هيشاط ليه؟ ما هيشاط ليه والو، ولا خدام على الروسيطو في ستاسيون. كلشي كيتزاد، ملي كيرتفع المازوت كيرتفع ترتفع كل حتى السلع، على قبرش المحرك الاقتصادي ديال البلاد هو المازوت. ملي كيتزاد المازوت كلشي كيتزاد. على عمرك سمعتي الخضره في هذا الثمن ديال هذا العام اللي كان؟ ما كاينش، عمره ما كان. نهار اللي كان المازوت طايح كانت الخضره رخيصه والناس عايشين، دابا الناس كيغوطوا على الخضره. خضره شي على فيها العافيه، ما بقاوش الناس كاع يقدروا يقربوا شي حوايج يشروه. المعاناه اليوميه ديال السائق المهني هو المازوت، على قبرش كيقيل يدور ويجري تاعيه، ملي كيدخل الستاسيون كيدير واحد 350 ولا 400 درهم.
صافي كيبقى غيشوف. كنت ندير 20000 فرانك 25000 فرانك ولات زايده 150 درهم في البريز في الروسيطه زايده. هي كاين اللي كاريب 300 درهم كيخلص طاطي حليب 700 درهم، كاين اللي كاريب 35000 فرانك، الا زدنا عليها 400 درهم كتولي 75000 فرانك. والطاكسي شحال غيدخل بالسلامه كاع في النهار؟ انت كتشوف حريفيه غا واقفين، كاين اللي جالس ساعتين هنا باش يدير دوره للبرشيد ولا للدرو، ساعتين ساعتين ونص. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي، الله يهدي هاد الناس علينا. خويا العزيز حنا كنتفاجئوا كل نهار كنفيقوا كنلقاو الزياده في الاسعار، بحكم ان السائق المهني كيعطيو الدعم، حنا بغينا ديك نعرفوا ديك الدعم ديالاش، واش انا كندعم الدوله ب 150 درهم؟ الدوله كتدعمني من الضرائب ديالنا. كتعطينا هو شهاده دعم فيه 70 درهم وانا كنعطي 150 درهم للدوله. 14 درهم المازوط بيني وبينك انا كنطلع اخويا ل 16، كندير رحله ل 16 ب 4600 طريفه. لو جيت خاوي راه ديت الاجر اخويا في هذيك الفياج راه 150 درهم باش غنرجع انا من 16 الي وروتور. لو جيت خاوي الله يرحمك خويا العزيز حنا كل نهار كنفيقوا تفاجئ، كنتفاجئوا 14 15 توصل حتى 18 ولا منتهى حالك وتستمر. حنا راه بغينا شي موتيفاسيون. حنا كشاب انا عندي في عمري 26 عام فقط درت بيان مي كونفيونس، الدوله تاقش فيا، لقيتهم داروا التراموي لومبوشياج، انا جاي خدام على راسي حتى كنولي لقيت لا اله الا الله تابعاني اسره كنصرف على والديا هز راسي ما لا اله الا الله. خويا اش نقولوا لكم؟ راه مرقنا حشمنا وتك بزاف بزاف اخويا، راه حشمنا قول لهم يتكيسوا علينا، راه ما كاينش اللي تصنتنا في هذه البلاد. حنا راه عايشين راه حيين ماشي عايشين، كناكلوا كنشربوا تيدير الله تيول ديال الخير.